في الفيديو بتاعي النهاردة هنتكلم عن الفيتامينات اللي بتتاخد مع الحديد عشان تزيد من امتصاص الحديد في الجسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم في قناة تمريض منزلي. لو أنت أول مرة بتشوف القناة بتاعتي، أتمنى تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة، ولو الفيديو عجبك متنساش تعمل لي لايك. تضغط على علامة اشتراك هيظهر لك الجرس، هتضغط عليه وتحدد الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. زي ما قلنا في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن الفيتامينات اللي بتتاخد مع الحديد عشان تزيد من امتصاصه في الجسم. اول حاجة معانا من الفيتامينات دي هو فيتامين ايه. فيتامين ايه ده بيعمل ايه اصلا؟ فيتامين ايه مضاد للاكسدة ومفيد جدا للنظر. تاني فيتامين معانا هو فيتامين ب 2. فيتامين ب 2 ده بيعمل ايه؟ فيتامين ب 2 ده للمناعة والانتاج الطاقة في الجسم. دي الوظيفة بتاعت فيتامين ب 2. تالت فيتامين معانا هو فيتامين ب 6، بيكون للدم وتنظيم الهرمونات. فيتامين ب 6 بيكون للدم وتنظيم الهرمونات. رابع فيتامين معانا وهو فيتامين ب 7، ده بيكون للخلايا والاحماض الامينية. تمام. خامس فيتامين معانا هو فيتامين ب 9، مهم جدا للحوامل وقبل الحمل. سادس فيتامين معايا فيتامين ب 12، طبعا كلنا عارفين ان فيتامين ب 12 للدماغ وللاعصاب. سابع فيتامين معايا هو فيتامين سي. فيتامين سي ده طبعا كلنا اللي عارف واللي مش عارف، كل الدنيا عارفة ان فيتامين سي ده بيقوي المناعة. تمام. وبيعزز امتصاص الحديد. الفيتامين اللي بعد كده اللي معانا هو فيتامين دال، وطبعا كلنا عارفين فيتامين دال ده ان هو للعظام والصحة النفسية. الفيتامين اللي بعد كده معانا فيتامين ايه. فيتامين ايه ده مضاد طبيعي للشيخوخة. اخر فيتامين معانا وهو فيتامين كاف. فيتامين كاف ده لصحة العظام والدم والقلب. وبكده يكون الفيديو بتاع النهاردة خلص، اتمنى تكونوا استفدتوا منه. لو بمعلومة صغيرة، لو انت مش مشترك عندي في القناة اتمنى تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لي لايك. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.